المحافظات. أولا إحنا من حيث حزب سياسي لنا خلفية ولنا جماهير يعني أشواق إسلامية ومرتبطة بهذه الدعوة وهي معنية بإحياء الكتاب والسنة. نحن يعني مبدئيا كمبدأ بالنسبة لنا لا مجال للحديث عن إبعاد الدين عن الحياة وعن السياسة، والحديث عن فصل الدين عن الدولة يعني هي العلمانية، وهذا أمر يتعارض مع مبدأ أساسي مبادئ حزب الأمة القومي. ثانيا نحن نتحدث عن مبدأ مهم جدا وهو وحدة السودان. نحن يعني بنعتقد أننا ساهمنا مساهمة فاعلة جدا في تأسيس هذا السودان وتحديد مساحته، وحافظنا على وحدته لفترة طويلة جدا مع بقية أهل السودان. وأي مشروع يتضمن بعض المخاطر التي تحدق بوحدة السودان مرفوض، وما يتحدث عن الوحدة الطوعية وإنشاء أقاليم جديدة، دي كلها معاني وردت في هذا الميثاق تشير إلى يعني ترجيح كفة رفع شعارات تقرير المصير ومزيد من الانفصالات المزيقة للسودان، وهذا يتعارض مع مبدأ أساسي يؤمن به حزب الأمة القومي. المبدأ الثالث هو قومية المؤسسات. لذلك يعني أي بناء لمؤسسات الدولة خاصة الأجهزة الأمنية كالقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن ويعني ما يلحقهم من أجهزة، نحن لا يعني نعتقد أن المساس بقوميتها هو مساس بمبدأ أساسي نؤمن به. ولذلك جاء في هذا الميثاق حديث عن بناء قوات مسلحة قائمة على يعني عصبية جهوية وإثنية وإلى آخره، هذه أيضا تتعارض مع مبدأ القومية الذي نؤمن به. من الأمور المعلومة بالضرورة بالكافة أن الحزب الاتحادي الديمقراطي حزب منذ فجر الحركة الوطنية آمن وأعلن ما عرف للمجتمع السوداني بالجمهورية الإسلامية، وحزب نادى منذ أكثر من نصف قرن الزمان بالجمهورية الإسلامية. بطبيعة الحال لا يؤمن بما يسمى بفصل الدين عن الدولة، ولكن القضية ليست قضية ربط الدين بالدولة، هذه قضية مسلم بها كل أهل السودان مسلمون، ولكن القضية الجوهرية بالنسبة لحزب الاتحاد الديمقراطي هي كيفية تطبيق كل ما يتصل بالقوانين، ما يسمى بالقوانين المستمدة بالشريعة الإسلامية، كيفية التطبيق. فنحن في حزب الاتحاد الديمقراطي لسنا مع المتطرفين سواء كان جهة الشمال ولا جهة اليمين، وإنما نؤمن بالوسطية في حل كل قضايا السودان.